تلاميذك السكوت. أقول لكم لو سكت هؤلاء فهذه الحجارة لن تسكت. أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله أعطوه لله. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. هل أنت المسيح؟ إنه المسيح. وما هو الحق إذن؟ إنه لم يعرف الدم. أطلق لنا باراباس. أسلبه. نعم أسلبه. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في يديك أستودع روحي. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. نحو الصليب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نحو الصليب، وإحنا بنتكلم عن أحداث أسبوع الألام، الأسبوع الأخير اللي المسيح قضى على الأرض. هنتكلم النهاردة عن يوم خميس العهد، وده كان يوم مهم جداً وأحداثه كتير. لكن خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن خميس العهد نسأل، هو إيه العهد؟ والعهد ده كان بين مين ومين؟ ويعني إيه العهد؟ لكن عشان نفهم العهد خلينا نسأل نفسنا سؤال تاني كمان، يا ترى إيه هو الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس؟ إيه القضية الرئيسية اللي الكتاب المقدس بيناقشها؟ في إجابات كتير ممكن تيجي في أذهاننا. ممكن نقول إن الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس هو الفداء. في حد تاني ممكن يقول إن الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس هو قيامة المسيح، أو الموضوع الرئيسي هو مجيء المسيح التاني. وطبعاً دي كلها أحداث عظيمة جداً، لكن الأحداث دي هي أحداث عظيمة لأنها جزء من حدث كبير. الحدث ده حدث أزلي، مساحته من الأزل إلى الأبد. مساحته هو أبدية جداً لأن هي مرتبطة بالله. ولأنه الكتاب المقدس بيتكلم عن الله في الأساس، فأكيد الموضوع الرئيسي متعلق بالله الغير محدود. ولأن الله غير محدود أكيد الموضوع الرئيسي كمان هيكون غير محدود. عشان كده الفداء والقيامة والمجيء التاني كلها أحداث عظيمة، لكنها جزء من حدث عظيم جدا. الحدث ده بيغطي من الأزل إلى الأبد. عشان نفهم الحدث ده محتاجين مع بعض نشوف مجموعة من النصوص الكتابية. هنحط النصوص دي كلها جنب بعض كأننا بنعمل عقد، وهنشوف النصوص دي في الآخر هتخلينا نوصل لإيه عشان نفهم موضوع العهد. تعالوا مع بعض نقرأ أول نص عشان نعرف الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس ونعرف من خلاله موضوع العهد. تعالوا نقرأ مع بعض رسالة تيتوس الإصحاح الأول. أول جزء بولس الرسول كان بيتكلم فيه في الرسالة دي، وهو باعت الرسالة دي لابنه تيتوس، تلميذه تيتوس، بيقول الكلام ده: بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيمان مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب. إمتى ده حصل؟ قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته الخاصة في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي اؤتمنت أنا عليها. وهنا نسأل نفسينا سؤال، فعدد 2 بيقول على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية. أنا عندي سؤال بيقول في النص ده مين وعد مين؟ الله وعد، بس الطرف الثاني في الوعد مش معروف، مش باين. في واحد ممكن يقول الله وعد الإنسان، الإجابة دي مش سليمة
لأنه النص نفسه حاطط زمن الوعد قبل الأزمنة الأزلية، والإنسان ما كانش موجود قبل الأزمنة الأزلية. واحد تاني ممكن يقول الله وعد الملائكة. طبعاً الملائكة ما كانتش موجودة قبل الأزمنة الأزلية. عشان كده إحنا بنسأل نفسينا سؤال، الله في النص ده وعد مين؟ السؤال ده مهم. طب وعد بإيه؟ من خلال النص نعرف إن الله وعد بحاجة اسمها على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله. الله وعد بحاجة اسمها رجاء الحياة الأبدية. الطرف الثاني من الوعد أو الشخص الموعود مش واضح في النص هو وعد مين، لكن اللي نقدر نستنتجه من النص ده إن الله وعد شخص أو وعد طرف تاني بوعد. الوعد ده مضمونه حاجة اسمها رجاء الحياة الأبدية. عايزين نعرف مين الطرف التاني وإيه هي رجاء الحياة الأبدية. لكن قبل ما أسيب النص ده، في معظم رسائل بولس لما يذكر اسم الله غالباً بيبقى المقصود بيها الله الآب. فنقدر نقول من رسالة تيتوس إنه الآب وعد طرف تاني مش واضح من النص هو مين، لكن عارفين زمن الوعد قبل الأزمنة الأزلية، وعارفين موضوع الوعد رجاء الحياة الأبدية. خلينا ناخد النص ده ونحط جنبيه نص تاني، كأننا بنبني عقد أو نرسم صورة مع بعض عشان تكتمل ونفهم في الآخر إيه هو الوعد وإيه هو العهد وإيه هو الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس. هنحط نص تاني جنب رسالة بولس لتيتوس، هو يوحنا 17. يوحنا 17 صلاة المسيح الأخيرة لما كان موجود على الأرض، صلاة المسيح الكهنوتية أو الشفعية لما كان موجود على الأرض وهو رايح ناحية الصليب. الكلمات اللي جاية كأن المسيح فيها بيدي كشف حساب للآب عن كل اللي حصل واللي هيحصل، وكأنه بيقول له أنا بتمم المهمة اللي اتفقنا عليها. عشان كده في يوحنا 17 من عدد 1 الكتاب بيقول: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. ساعة إيه؟ إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. نقدر نحط النصين دول مع بعض، تيتوس ويوحنا 17، فنقول إن الآب وعد الابن، والوعد ده كان قبل الأزمنة الأزلية، والابن فعلا كان موجود قبل الأزمنة الأزلية. وعده بإيه؟ وعده إنه يديله حاجة اسمها رجاء الحياة الأبدية. رجاء الحياة الأبدية المسيح هيعطيها لكل من يؤمن به. عشان كده الكتاب بيقول إذ أعطيته سلطانا، المسيح قال كده، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. لكل من أعطيته، الآب أعطى الابن عطية، الابن هياخد العطية دي وهيعطيها حياة أبدية. والكلام ده يوضح أكتر في عدد 6 من يوحنا 17. المسيح بيقول الكلام ده، بيكلم الآب بيقول له أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. عدد 9 بيأكد نفس الحقيقة، من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. وهنا نقدر نستنتج شيء مهم، قبل الأزمنة الأزلية ما كانش فيه ملائكة ولا كان فيه بشر، لكن الله كان موجود، الثالوث كان موجود. الآب وعد الابن، وعد الابن بوعد قبل الأزمنة الأزلية. الوعد ده كان موضوعه رجاء الحياة الأبدية، إن الابن هياخد رجاء الحياة الأبدية وهيعطيها لناس
الناس دول الآب هيعطيهم للابن هدية. الصورة كده بدأت توضح لينا، في وعد بين الآب والابن، الوعد ده قطع قبل الأزمنة الأزلية. موضوع الوعد إنه الآب هيعطي للابن عطية، العطية دول هم مجموعة من البشر اللي هيؤمنوا بالمسيح. المسيح هياخد البشر دول ويعطيهم حياة أبدية. عشان كده في عدد 3 من يوحنا 17 الكتاب بيقول: وهذه هي الحياة الأبدية، إيه هي؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ومن هنا نقدر نقول أن الوعد هو الآب يعطي للإبن هدية، الهدية دول البشر اللي هيؤمنوا بالمسيح، المسيح هياخدهم ويعطيهم حياة أبدية. كده الصورة لسه ناقصها حاجة، هنكمل العقد بتاعنا برومية 8. في رومية 8 نقدر نستنتج حقيقة تاني مهمة جدا، نكمل من خلالها معنى العهد الأزلي. في رومية 8 عدد 28 الآية اللي معروفة لينا كلنا، ونحن نعلم، بولس بيقول لكنيسة رومية، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. يعني لما نحط الثلاث نصوص دول جنب بعض، تيتوس 1، يوحنا 17، رومية 8، نقول إنه الآب أعطى للابن عطية، وده موضوع الوعد. الابن هياخد العطية دي، هم البشر اللي هيؤمنوا بالمسيح، والمسيح هيعطيهم حياة أبدية. مش بس كده، المسيح هيفضل يشتغل فيهم عشان في الآخر خالص هم يكونوا شبه المسيح، ولما يكونوا شبه المسيح يكون المسيح بالنسبة لهم بكر بين إخوة كثيرين. وزي ما بيقول الكتاب، المسيح هياخد العطية دي ويقول للآب: هم دول الأولاد اللي انت اديتهم لي، أنا اشتغلت فيهم وغيرت شكلهم لدرجة ان هم بقيوا شبهي. عشان كده الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس هو العهد الأزلي اللي تم بين الآب والابن. العهد ده مضمونه إن الآب هيعطي للابن عطية، العطية دي هم البشر اللي هيؤمنوا بالمسيح، المسيح بدوره هياخد العطية دي وهيعطيهم حياة أبدية ويشتغل في حياتهم، يغير فيهم لغاية ما البشر دول يكونوا شبه المسيح، ويكون المسيح بالنسبة لهم بكر بين إخوة كثيرين، ويكونوا هم مشابهين لصورة المسيح. وده الهدف الرئيسي في الكتاب المقدس، والهدف ده مذكور في كل أسفار الكتاب المقدس. شاهد معين بيبين إيه هو الوعد الأزلي، الشاهد ده بيتكرر في العهد القديم وفي العهد الجديد. الشاهد ده بيقول إن الله عايز شعب يكون هو إله ليهم. فمرات كتير نقرأ الآية دي بتتكرر، تقول إن الله بيقول أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، وهو مع إبراهيم يقول أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، وهو وقت خروج الشعب من مصر إيه يا رب اللي أنت عايزه من الشعب ده، يقول أنا كل اللي عايزه منهم أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. في العهد الجديد وهو بيتكلم مع بولس يقول أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. في سفر الرؤيا في الآخر خالص الهدف ده بيبان، الكتاب يقول هوذا مسكن الله مع الناس. العهد الأزلي موضوع مهم في الكتاب المقدس، عهد بين الآب والابن. العهد ده موضوعه البشر اللي هيؤمنوا بالمسيح،
هيعمل فيهم إيه المسيح؟ هياخدهم ويعطيهم حياة أبدية. مش بس كده، لكن كمان هيغير فيهم عشان يكونوا شبه المسيح، ويكون المسيح بكر بين إخوة كثيرين، أو يكون مسكن الله مع الناس. والصورة دي بتتكرر في كل الكتاب المقدس. العهد الأزلي موضوع مهم. العهد الأزلي هو الموضوع الرئيسي في الكتاب المقدس اللي كل التاريخ بيمشي ناحية تنفيذه. التاريخ بينفذ العهد الأزلي، أكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً. عشان كده العهد الأزلي بيدينا تفسير لعلة الخلق. هو الله خلق الإنسان ليه؟ عشان العهد الأزلي. العهد الأزلي بيدينا تفسير لعلة الفداء. هو الله فدى الإنسان ليه؟ إيه رأيك؟ الله بيدعونا إنه أنا وإنت جزء من العهد الأزلي. الله بيتعامل معانا إنه إحنا عطية الآب للإبن. إيه العظمة دي اللي إحنا متوقعينه من الله إنه يفدينا؟ الله بيقول أنا هعمل أكتر جداً مما تطلب أو تفتكر. ممكن واحد يسأل يقول طيب ده حاجة بين الآب والإبن، أنا فين في الموضوع؟ أنا عايز أقولك هي فعلاً وعد بين الآب والإبن، لكن أنت موضوع الوعد ده. أنت هدية الآب للإبن اللي الإبن هياخدها ويعطيها حياة أبدية، وهيغير في حياتها لغاية ما تكون شبه المسيح، وهيقدمها للآب عشان يكون المسيح بكر بين إخوة كثيرين. إحنا جزء من العهد الأزلي. كل من يؤمن بيسوع المسيح هو جزء من العهد الأزلي. عشان كده العهد موضوع مهم في الكتاب المقدس. وإنت ماشي نحو الصليب اعرف إنه العهد الأزلي مهم، وإنه الصليب جزء من تنفيذ العهد الأزلي. Thank you.